السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الفيديو. فايت درت لكم فيديو على هذا المحل، دابا غير حيت المناسبة ديال العاشورة حنا كنديرو هاد الفاكهة هادي، كنشريوها كنجيبوها للدار كاملة، يعني كل حاجة كنجيبو منها شوية من اللوز والكركاع والتمر والشريحة وهادشي كامل اللي كيتواجد في هاد الحانوت كنجيبوه وكنخلطوه في الدار وكنديرو نهار 10 أيام في عاشورة. كنديرو هاد التفريقة هادي في الدار، كنفرحو بيها، وكاين اللي كيشطح ويغني كل واحد، هادو تقاليد ماشي شي حاجة. المهم عندنا هنا الفاكهة جديدة ونقية وزوينة، انتما تبعوا معايا. كما قلت لكم انا فايتة شاركت معكم، فايتة درت لكم فيديو ذاك النهار، غير دابا بمناسبة عاشورة غندير لكم تيكون زحام على هاد الشي ديال الفاكهة هاد الوقيتة. تقريبا كاين اللي كيشريه من هاد الوقيته حتى لهاد الوقيته، كاين اللي كيشريه دائما شويه شويه، ولكن هاد الوقيته كتاخدي كل شيء من كل فنين طرف، يعني كتاخدي الحمص، كاوكاو، اللوز، الكركاع، البيستاج، كاع التمر، الشريحه، كل شيء كل شيء. غنوريكم هاد الشيء تقريبا. دابا يلاه كنصور لكم محل تقريبا الشكل ديالو. هادشي صراحه راه صحي، هاد الفاكهه راه صحيه جميع المقاييس، صحيه بزاف بزاف. راه تاكلي غير 5 تمرات ولا 7 ولا وكاس ديال الماء راه كتشبعي، سبحان الله العظيم. هانتوما اشكال، كما قلت لكم اشكال وانواع ديال التمر، اللهم لك الحمد. الشريحة هي التين، التمر عليها من زيناتو. كاين هنايا قريشلات، هاهما كاين ديال السوق وكاين ديال الدار. هنايا واحد هادي أملو فايتة درتو معاكم. هادي اللي كتماطي ليا الاخت ديالي، راه التمر ديال العجوه الحقيقيه، التمر ديال العجوه. فايت الوالد ديالي جابها لينا من الحج، فاش مشى الحج جابها لينا. هذا كاوكاو معسل بالنفع، هادو قريشلات حارين ومالحين ديال الدار، مملحات ديال الدار، مصوبين في الدار. هذا الحمص التركي، الشريحة، كاوكاو بالفرماج، هادو قريشلات ديال السوق، بيستاش، حلوة المكانة، الزمن الجميل، الزبيب الحمار الأبيض، الكحل، يعني كل شيء. هذا الشيء كما قلت لكم كناخذ منه كاوكاو معسل، واحد تقرميشه في هذا الكاوكاو لا توصف، تقرميشه راه مميز هذا الكاوكاو. تمر معسل ورطب وزوين، اللهم دوموا علينا. ها هي العجوه الحقيقيه، هي هذه الشريحه، تبارك الله. اللهم زيد وبارك، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك. هذا هو كاوكاو معسل بالنافع، هو هذا راه جديد في السوق.
يعني بحالها كتاكلي عصفورين بحجر، كتاكلي النافع صحي وكتاكلي كاوكاو. هذا التمر تا هو راه روعة، هذا التمر بحال بوزكري. أنواع التمور في جميع البلدان، اللهم لك الحمد. بغيت ناخد واحدة من هاد الحشوة كتعجبني. هادشي تبارك الله نقي 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 يعني نقي مزيان، ماشي مجاملة. هذا الكاجو مصيف الدار، بيستاش طبعا، هذا كيتباع هكا بجد، كاوكاو بالفرماج والحرور. هادشي كامل كأنه شوف التمر كيفاش داير تبارك الله. ها التمر عبر كي تحيد العظم، هانتوما شوف تبارك الله. تبارك الله، الله يدوم علينا نعمة. هذا الزبيب الأحمر، الكحل تاع هذا صحي بزاف بزاف، زوين معسل معلك واحد عليكه راه ما شاء الله، تبقى تاكل فيه كاع ما تشبعي منه. وهذا املو اللي طحنت معاكم في داك الرحه، وهذا تا هو راه كيبيعوه، كيطحنوا اللوز وكيبيعوه هكا. المهم هذه هي الفاكهه، تنقولها الفاكهه ديال عاشوراء، هاد المناسبه مره في العام بحال هكا. هذا القرقاع جوز، هذا اللوز ديال البلاد، شريحة تاهي ديال البلاد، بيستاش، عملو، كاوكاو. مهم هذه هي الفاكهة اللي كتباع في عاشوراء. أنا غير حيت بغيت نصور معكم هذه المناسبة، كما قلت لكم مرة في العام. كاين اللي كياخدها كسوفينير لبرا للخارج مثلا اوروبا ولا فين ما كاين، كياخد من هذا الشيء كامل شويه شويه، تيجيه كيجي بنين وكيجي زوين. هذا الشيء صراحة صحي 100% وطبيعي. هذا هو المحل كيتواجد في الشارع، اللي بغى شي حاجة شريها مرحبا وسهلا. كيصاوبوا في الأسمنة، يعني وكيتقدوا مع الناس في كل شيء. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، المهم هذا هو الحال المحل، هادشي كامل زين. كوكو مقرمش
مقرمش، ما مانيش تتقرمش صراحة. التمر هادي ديك اللي كيلوح فيها بوبيل صغير، كيلوح فيها العظام اللي كيعطيو الناس ياكلو، اللي بغا يدوق شي حاجة راه كيعطيوه. المهم هو هذا هذه حلوة المكانة، كنقولوا لها هنا حلوة المكانة، بزاف ديال الناس تقريبا كيعرفوها، قديمة يعني من أيام زمان كانت كدير مارت ريال، مارت صقل، كوكب الفرماج، قريشلات ديال السوق وكعكعات، وكل واحد شتو كيقول له هنا سالا الفيديو ديال المحل. دابا هنا في الشارع اللي كيتواجد فيه المحل هو هذا الشارع الكبير، صافي هنا سالا الفيديو ديالنا. كنتمنى كون خفيف ضيف عليكم، كون عاجبكم الفيديو. غير صورت لكم مناسبة ديال عاشور عندنا هنا، كينشطوا الناس وكيحتفلوا كيديروا التفريقة بالفاكهة، مناسبة تقليدية زوينة، الواحد علاش لا يفرح براسو ويتهلا فراسو. اللهم دمها نعمة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وإلى فيديو قادم.